السلام عليكم. ده إن شاء الله هيكون السكشن التاني لينا في سكشن الكواليتي كنترول. السكشن ده إن شاء الله هنتكلم على موضوع الجوب شوب سكيدولينج. الفكرة كلها في إيه في الجزء دوت؟ إن إحنا بنتكلم على لو أنت صاحب مصنع وعندك خط إنتاج وعايز خط الإنتاج دوت، أو عندك بلاش خط إنتاج، عندك ماشين معينة بتصنع حاجات وعندك أوردرز كتير عايز تصنعها. فانت لو عندك مثلا 10 اوردرز، كل اوردر بيبقى له وقت تشغيل معين، بيبقى له وقت انت محتاج تخلصه فيه، ولو ما خلصتوش في الميعاد دوت بيبقى عليه غرامة تأخير. طيب ازاي ترتب بقى الجوبز اللي جايه لك او الاوردرز اللي جايه لك ديت بطرق مختلفة بحيث انك انت تحقق اعلى ربح ممكن او اقل بناليتي ممكنة ان انت تدفعها؟ طيب ازاي نعمل الموضوع دوت او ازاي الموضوع ده بيتعمل؟ الاول ان احنا بيبقى في ايه مثلا الموضوع، مثال على كده مثلا تيرنينج ماشين، انت هو الخراطه او متقاب او ميلينج او جرايندينج، ايا كان بيبقى عندك ماشين معينه وعايز ترتب الجوبز عليها. طيب في طرق مختلفه كتيره نقدر نرتب بيها الجوبز اللي جايه لك. في الطريقه الاولانيه اللي هي فيرست كام فيرست سيرف، اف سي اف اس. خلي بالك احنا دايما بنعبر بالاختصارات، ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك الاختصار ما يقولكش معناه ايه، فانت محتاج تكون عارف الاختصارات دي ايه. فاول نوع او اول طريقه هي اللي يجي الاول يمشي الاول، فانت بترتب الجوبس على حسب ما الترتيب اللي هي جايه لك. الطريقه الثانيه حاجه اسمها شورتست بروسيسنج تايم، فانت بتشوف بترتب بالجوبس على حسب الوقت اللي هي محتاجاه او وقت التشغيل بتاعها. اقل وقت تشغيل يبقى في الاول، اللي محتاج وقت تشغيل كبير يكون في الاخر. الطريقه الثالثه حاجه اسمها ايرليست ديو ديت. يعني ايه ايرليست ديو ديت؟ يعني انت بتشوف ايه الجوب اللي محتاجه تخلص بدري وتقوم حاططها في الاول، وبعد كده ايه الجوب اللي محتاجه تخلص بعد كده تحطها تاني حاجه، وهكذا ترتبهم على حسب الديو ديت بتاعها. رابع طريقه حاجه اسمها لاست ان فيرست اوت، يعني ترتبهم من الاخر للاول، اي اخر حاجه جايه لك هي اول حاجه تشتغل. خامس حاجة الماكسيمم بناليتي، انك انت بتشوف الحاجة البناليتي بتاعتها غرامة التأخير بتاعتها لكل ساعة كبيرة تحطها في الأول عشان ما تدفعش كتير. سادس طريقة وآخر طريقة وأحسن طريقة هي حاجة اسمها الكريتيكال ريشيو رول، فانت هتشوف انت فاضل لك وقت قد ايه لغاية الديو ديت بتاعت الجوب ديت وتقوم حاططها، وأكتر واحدة الديو ديت بتاعها مقرب هتحطها في الأول، وبعد كده تشوف في بقية الجوبس. طيب لو انا عملت الجوب اللي كانت قريبة دي في الاول، الجوبس اللي بعد كده ايه اقرب واحدة محتاجة احطها وهكذا. فانت ايه هتمسك جوب جوب وترتبهم بالترتيب. دي مختلفة شوية عن الايرليست ديو ديت وهنشرحها بالتفصيل قدام شوية، هنتكلم احنا بنرتب ازاي. طيب مع كل طريقة ترتيب معينة انا في شوية حاجات محتاجة اطلعها، تحديدا خمس حاجات محتاجة اطلعها. ايه هما الخمس حاجات دول؟ اول حاجه توتال سكيدول تايم، يعني انت خدت وقت قد ايه عشان تصنع الحاجات كلها. فانت تعرف الموضوع ده ازاي؟ هتشوف اخر جوب انت عملتها خلصت امتى، يبقى ده التوتال سكيدول تايم. في حاجه اسمها التوتال، في حاجه اسمها الافريج ويتنج تايم. ايه الافريج ويتنج تايم ده؟ هتشوف السكيدول تايم التوتال كام وتقسمه على عدد الجوبس بتاعتك. هنتكلم بالتفصيل الحاجات دي ازاي او المساله ازاي بتتحل، بس يعني اديك فكره عامه كده في الاول. في حاجه اسمها توتال ليتنس، فانت هتشوف كل جوب اتاخرت قد ايه عن ميعاد الديو ديت بتاعها وتجمع التاخير التوتال دوت. البناليتيز، هتشوف كل تاخير انت اتاخرته دفعت فيه فلوس قد ايه، بناليتي قد ايه، وتجمع البناليتيز دي كلها. اخر حاجه هتشوف انت اشتغلت الماشين اشتغلت وقت قد ايه بالنسبه للتوتال تايم اللي عدى، يبقى عرفت الماشين يوتيلايزيشن، ده بيبقى نسبه مئويه ماكسيمم طبعا 100%. اخر حاجه بقى بنرسم حاجه اسمها جانت شارت، وخلي بالك جانت شارت ده مهم جدا عندنا في الهندسه، هتحتاجه كتير في حياتك بعد كده عموما مش بس في الكواليتي. انك انت بتقول في انا في عندي كذا حاجه عايز اعملها، كذا جوب محتاج اعملها، في كذا بروسيس عايز اعملها. هي الموضوع مش بس مرتبط بالكواليتي، هنا لما يكون في اي مشروع مثلا في شويه حاجات بعملهم بالترتيب. فالفكرة كلها ان الجزء دوت بيكلمك على ازاي ترتبهم وتحطهم بشكل فيجواليزيشن، الترتيب بتاعهم دوت على حسب بقى الاسابيع او الايام اللي هتتنفس فيها، تبدأ فيها وتخلص فيها، وهنشوف مثال على ده برضو.
طيب نضرب مثال بمسألة. فأنت عندك هنا مسألة مثلا ماشين جاي لها ست اوردرات او ست سكس جوبز، كل جوب مديك البروسيسنج تايم بتاعها، هي محتاجة وقت قد ايه عشان تتعمل، مديك الديو ديت بتاعها المفروض تخلص قبل قد ايه، ومديك البناليتي او القيمة اللي هتدفعها على كل ساعة تأخير لو انت اتأخرت عن الديو ديت اللي المفروض تخلص فيه. طيب هو هيقول لك بقى ايه، انت عندك 6 رولز مختلفة انك انت ممكن ترتب الجوبس دي بيها. تخيل بقى انك انت لو رتبتها بكل طريقة هتجيب الخمس حاجات اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي الفينش تايم، افريج ويتنج تايم، توتال ليتنس، وتوتال بينالتي، واخر حاجة الماشين يوتيلايزيشن. ممكن برضو نرسم جانت شارت لكل طريقة من الطرق. طيب نمسك اول طريقة مثلا، لو خدنا طريقة الماكسيمم بينالتي. طب الماكسيمم بينالتي بتعتمد على ايه؟ انك انت هتمسك الجوبس وترتبهم، البناليتي الاعلى تحطها في الاول. طب من الشكل اللي قدامنا ده، ايه اعلى بناليتي؟ جوب نمبر 1 هي البناليتي بتاعته 10. تاني اعلى واحده هي ايه؟ هي جوب نمبر 3 اللي هي البناليتي بتاعتها 5. بعد كده جوب نمبر 5 البناليتي بتاعتها 3، جوب نمبر 2 البناليتي بتاعتها 2، وجوب نمبر 4 اند 6 they have the same بناليتي اللي هي 0. فانت المنطقي انك تحط الحاجه اللي الديو ديت بتاعها اقرب في الاول اللي هي 4 6، فبالتالي تبقى 1 3 5 2 4 6. طيب هنعمل بقى التيبل دوت، ده بغض النظر بقى عن الطريقه اللي انا رتبتها، يعني حل المساله ما بين الطرق المختلفه هيختلف بس في اول خطوه دي اللي هي البروسيسنج اوردر، لكن الجدول الحسابات اللي بعد كده هتبقى متشابه في كل المسائل بتاعتنا او كل الطرق بتاعتنا. طيب الجدول ده هعبر عنه بايه؟ اول حاجه هتكتب الجوب نمبر والبروسيسنج تايم والديو ديت والبنالتي، ده اللي هو الاربع كولومز اللي هو اوريدي مديهم لك في المساله. طيب التيبل ده بس هو فيه غلطه، يعني الفينش تايمز اللي هتلاقيها هنا هي مش منطقيه، ف يعني فكك منها مالكش علاقه، انا هقول لك الطريقه بس امشي عليها وصحح الجدول دوت. الفكره بقى في ايه؟ انك انت اول جوب بدات عند تايم 0 وهتاخد 3 ساعات، فتخلص عند تايم 3 فده 3. طيب بعد كده الجوب اللي بعدها بدأت عند تايم 3 وهتاخد ساعة، فتخلص عند تايم 4 فالمفروض ده يكون 4. طيب بعد كده الجوب نمبر 3 بدأت عند تايم 4 وهتاخد 5 ساعات، فانت هتخلص عند تايم 9. فانت كل اللي انت بتعمله بتجمع الرقم ده على الرقم ده يطلع لك الرقم ده، تجمع الرقم ده على الرقم اللي بعده يطلع لك الرقم ده، تخلص التيبل دوت، تقوم عامل السميشن بتاع الفينش تايمز دي في الاخر عشان هنحتاجه. طيب بعد كده الكولوم بتاع الليد تايم انت هتعمل ايه؟ هتشوف هتقارن الكولوم دوت بالكولوم بتاع الديو ديت، لو زيه او اقل منه يبقى انا خلاص كده انا مش متاخر ولا اي حاجه. انما لو انت خلصت مثلا بعد الديو ديت بساعه او ساعتين او ثلاثه، يبقى ده الليتنس بتاعك، يبقى كل اللي انت بتعمله هتطرح الفينش ديت، هتطرح من الفينيش ديت الديو ديت، يعني تطرح ده ماينس ده، لو طلع رقم بوزيتيف بتكتبه، لو طلع رقم نيجاتيف او زيرو بتكتب زيرو. هنخلص الليد بيناليتي الليد تايم دوت، اخر حاجه الكولوم بتاع البيناليتي هتضرب الليد تايم في البيناليتي بير يونت تايم، تضرب الاثنين دول في بعض يطلع لك الكولوم الاخراني دوت. طيب لو حابين نطلع الخمس حاجات بتاعتنا، الخمس حاجات احنا عايزين ايه؟ اول حاجه عايزين التوتال فينيش تايم. التوتال فينيش تايم هو التايم الفينش تايم بتاع اخر جوب باي عندك هنا اللي هو ال 22. طيب لو عايزين الافريج ويتنج تايم، افريج ويتنج تايم هو عباره عن السميشن اللي انت عملته هنا بتاع الفينش تايمز دي كلها على عدد الجوبس، ف 71 على 6 يطلع لك الافريج ويتنج تايم. طيب التوتال ليتنس هو السميشن بتاع الكولوم دوت، التوتال بيناليتي هو السميشن بتاع الكولوم دوت اللي هي ال 41. اخر حاجه الماشين يوتيلايزيشن، فانت هتشوف بقى هل في الاوقات دي كلها هل الماشين فضيت خالص، الماشين في اي وقت من الاوقات ما كانتش شغاله؟ لا كانت شغاله طول الوقت، فهي 100% يوتيلايزيشن. لو عايزين نرسم جانت شارت، فانت هترسم محور التايم على الاكس اكسيس وعلى الواي اكسيس، انت يا اما تفرطهم يا اما تحطهم ورا بعض كده الجوبس اللي عندك. فانت بتكتب جوب نمبر 1 بعد كده خلصت عند 3، جوب نمبر 3 خلصت عند 8، جوب نمبر 5 خلصت عند 10، وهكذا تقوم حاططهم ورا بعض. يبقى كده انا حطيت الترتيب بتاع الجوبس عندي. دي كده مثلا لو استخدمت طريقه الام بي، ممكن استخدم طريقه تانية مثلا زي الفيرست كام فيرست سيرف، فاللي هيفرق بس البروسيسنج اوردر.
ان انا بدل ما اشتغل اشتغلت هنا 1 3 5 2 4 6، هنا هشتغل 1 2 3 4 5 6 زي ما مكتوب لك، لان نفس الترتيب اللي جت هي نفس الترتيب اللي هتمشي بيه. الجدول هيختلف شوية، الأرقام اللي هتختلف اللي فيه هم آخر 3 كولومز اللي احنا بنطلعهم. هنا بقى الكولوم ده هتلاقيه صح، هتلاقي إن الجوب نمبر 1 بدأت عند 0 وخلصت وخدت 3 ساعات فخلصت عند 3. هتجمع ده 3 زائد 1 يطلع لك 4، 4 زائد 5 يطلع لك 9، 9 زائد 6 15 وهكذا. الليت تايم هو عبارة عن ده ماينس ده، في 3 ناقص 3 ب0، 4 ماينس 2 ب2، 9 ناقص 7 ب2، 15 ناقص 10 ب5 وهكذا. البناليتي هنضرب الرقم ده في البناليتي، في 0 في 10 ب0، 2 في 2 ب4، 2 في 5 ب10 وهكذا. ونطلع في الاخر الخمس حاجات بتاعتنا. تاخد بالك ان البناليتي هنا زادت في الفيرست كوم فيرست سيرف، فطبعا ده اسوأ بكتير او اوحش بكتير، بس الليتنس اتاخرت، انا اتاخرت في التاخير بتاع كل جوب باي، وبرضه الافريج ويتنج تايم قل. هتبدا بعد كده تشوف الطرق المختلفه ممكن ارتبهم ازاي. ده مثلا ال اس بي تي اللي هي كانت الشورت بروسيسنج تايم، فانا هرتبهم على حسب بقى. شوف هنا البروسيسنج تايم نمبر 2 هتبقى اول واحده، نمبر 5 هتبقى بعدها، نمبر 1 هتبقى بعدهم، بعد كده 6 and 3 they have the same processing time، فاختار الديو ديت اللي هيجي الاول في الاول، بعد كده اخر واحده اختار جوب نمبر 4. احل ازاي بالكريتيكال ريشيو رول؟ هنعمل بص بقى هتعمل ايه. هتقول اول حاجه انا هشتغل عند تايم 0 عشان اختار اول جوبايه هحطها او اول جوبايه هختارها. هتعمل ايه؟ هتعمل تيبل، هتقول التيبل دوت هكتب فيه الجوب نمبر والبروسيسنج تايم الديو ديت، وتحسب حاجه اسمها كريتيكال ريشيو اللي هي عباره عن ايه. هي عباره عن الديو ديت على البروسيسنج تايم، يعني الكولوم ده على الكولوم ده، هيطلع لك ريشيوز مختلفه. هتختار اقل الجوبايه اللي اقل ريشيو فيهم وتقوم شاطب عليها وتقول ان دي اول جوب انا هشتغل فيها، اللي هي جوب نمبر 1 مثلا. بعد كده هتقول كرنت تايم بقى، خلاص انت هتشوف جوب نمبر 1 دي بقى هتاخد قد ايه، انا هعملها في الاول فهتاخد 3 ساعات، فخلاص انا دلوقتي اختار الجوب اللي بعدها بحيث ان الكرنت تايم يبقى 3 ساعات. حلو. طيب بعد كده هتكتب الجوبس كلها تاني، بس مش تكتب نمبر 1 بقى، خلاص انا اخترتها، هتكتب بقيه الجوبس، هتكتب بروسيسنج تايم زي ما هو. تالت كولوم بقى هنكتب الديو ديت ماينس الكرنت تايم، يعني انا مثلا الجوب نمبر 2 الديو ديت بتاعها كان 2، الكرنت تايم دلوقتي بتاعي 3، ف 2 ناقص 3 هتطلع نيجاتيف 1. هتقوم راصص الكولوم ده بنفس الشكل ده كده، وتحسب برضو الكريتيكال ايشو بنفس الطريقه اللي هي الكولوم ده على الكولوم ده، يطلع لك هنا مثلا هيطلع لك هنا نيجاتيف 1 8 من 10 1 و6 67 وهكذا. هتختار برضو اقل واحده اللي هي هنا نيجاتيف 1، وخلي بالك طالما طلعت نيجاتيف يبقى انت تعرف على طول انك انت هتدفع بنالتي في جوب نمبر 2 دي. بعد كده هنعمل الجوب اللي بعد كده هنعمل نفس الموضوع تاني، بس الكرنت تايم هيتغير بقى، هيزيد بالبروسيسنج تايم بتاع جوب نمبر 2 اللي انا اخترتها اللي هو 1، فالكرنت تايم هيبقى 4. هترص الجوب نمبر، هترص البروسيسنج تايم، الديو ديت بتاع كل جوب باقي من اللي فاضلين ماينس الكرنت تايم اللي هو 4، هترصه وتعمل الكريتيكال ريشيو، تختار الجوب الاقل وهكذا. تفضل تكمل لغايه لما تختار الجوبس كلها، فالترتيب بتاعك خلاص بقى هنا مثلا 1 2 5 3 4 6. نكمل بقى بقية حل مسألة زي قبل كده عادي، انت كل اللي هيتغير بس هو البروسيسنج اوردر. بعد كده هنحسب بقية الحاجات، هتكتشف ان ده هيديك اقل بناليتي ممكنة وهيديك اقل ليتنس ممكن، فدي تعتبر احسن طريقة ممكنة انك انت ممكن ترتب بيها الجوبس عندك. طيب بفرض بقى، طب لو انا عندي تو ماشينز عايز ارتب ما بينهم الجوبس، فانت مثلا لو عندك تو ماشينز، ماشين 1 اند ماشين 2، وعندك جوبس اي بي سي دي اي عايز تشغلهم عليها، الفكره في ايه؟ انك انت لازم تراعي انك انت تشغلها على ماشين 1 ومن ثم بعد كده ماشين 2، يعني كل جوبايه من دول لازم تخش على ماشين 1 الاول، بعد كده تخش بعدها على ماشين 2. عايزك بقى ترتب الجوبس ديت بحيث على حسب الرولز بتاعت قبل كده، وتقارن الترتيبات المختلفة والأوقات المختلفة اللي هي الخمس حاجات اللي احنا بنجيبها. طيب أول طريقة مثلا لو رتبناهم بطريقة الفيرست كوم فيرست سيرف اللي هو الـ ABCD
اي هنلاقي جانيت شارت بقى هنا هيختلف شويه. هكتب الماشين نمبر 1 في رول لوحدها وماشين نمبر 2 في رول لوحده، وهقول بقى ايه هتشتغل الاول على ماشين واحد، وبعد ما تخلص من ماشين واحد هدخلها على ماشين اتنين، بي هدخلها على طول ورا ايه في ماشين واحد، بعد كده هدخلها ورا ايه على ماشين اتنين، وهترتبهم بالشكل ده. بس خلي بالك الشرط هنا ان ما ينفعش الجوباية تتحط على ماشين اتنين قبل ما تخلص من ماشين واحد، فهتلاقي ان ايه هنا ماشين خلصت على ماشين واحد بس ماشين اتنين كانت فاضية، بس ماشين واحد ما كانتش لسه خلصت ايه، ففي جاب هنا صغير. طيب لما نيجي نعمل الجدول بتاعنا، الجدول بتاعنا هيبقى على شكل ايه بقى؟ هتشوف جوب ايه البروسيسنج تايم بتاعها هو عبارة عن ايه، هو عبارة عن توتال تايم من زيرو لغاية اخر ما الجوب خلصت عند ماشين اتنين، اللي هو انا من زيرو ل 25. طيب هو الاوقات دي غلط مش مكتوبه صح. الفكره في ايه بقى؟ الجوبس هنا اللي هو كاتبها لك هو مديك البروسيسنج تايم اللي انا محتاجه لماشين واحد وماشين اتنين، مجرد هتجمعهم على بعض. فهنا مثلا البروسيسنج تايم بتاع ايه هيبقى 25، البروسيسنج تايم بتاع بي هيبقى 20، البروسيسنج تايم بتاع سي هيبقى 22، دي 11، اي هيبقى 22. يعني الارقام دي مكتوبه غلط هنا. الديو ديت هنا هتشوف بقى الديو ديت ده برضو الجيفن في المسألة، البنالتي برضو جيفن في المسألة، الفينش تايم هنا بقى على حسب الجراف اللي احنا كاتبينه هنا. فالفينش تايم بتاع ايه مثلا كان 25، وهنا المطلوب كان يكون 30، فانا خلاص كده في السيف سايد انا ما عنديش ليت. ولكن لو شفت مثلا جوب بي خلصت في 37 وانا المفروض كانت تخلص في 25، فانا عندي 12 ساعة ليت، هتضربهم في البنالتي هيطلع بنالتي 60، وتشتغل هكذا. طيب الفينش تايم التوتال تايم سكيدول تايم 61 ساعة. لو عايزين نجيب هكذا بقى الافريج ويتنج تايم ممكن اجيبه المجموع بتاع الرو دوت زي ما اشتغلنا قبل كده. نقدر نجيب الخمس حاجات. طب الماشين يوتيلايزيشن اجيبه ازاي؟ الماشين يوتيلايزيشن بتاع واحد هو عبارة عن 51 على التوتال تايم اللي هو 61، فهي 51 على 61 فتطلع حوالي تقريبا 80% او حاجه زي كده. ماشين 2 هو عباره عن هي اشتغلت عند 10 لغايه 49، بعد كده اشتغلت تاني من 51 ل 61، فتجمع التايم ده كله وتقسمه على ال 61 برضه عشان تجيب توتال يوتيلايزيشن بتاع ماشين نمبر 2، مش هيطلع 100% بقى. بس ده يعتبر الجزء بتاع الشرح، الجزء ده كله. لو حد عنده سؤال أو حاجة يقول لي برضو، وبالتوفيق إن شاء الله.